السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كثير حالات تجي تطلب لسع النحل علشان أمراض الروماتيزم ومشاكل الروماتيزم، لكن أول مرة أو أول حالة تمر علي أنه يستخدم لسع النحل الكائنات الثانية. هذا واحد من الشباب الله يبارك له، عنده طير، عنده وهن شوي بالعضلات، وقال أننا جربناها أكثر من مرة وانفعت، عادنا بنعطيها الحين لسعها ولسعة ونشوف لعلها ان شاء الله تنفع وان شاء الله وتفيده. بسم الله الرحمن الرحيم.